كلمة عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله في جلسة مساءلة الحكومة كانت أم الكلمات. الزميل حسن فضل الله. في الكثير من الوظائف الوهمية داخل الدولة. في الكثير من الأفراد الذين يقبضون رواتب من الدولة اللبنانية وما بيروحوا على عملهم. السنة الماضية الرقم الذي صرفته الحكومة على مشروع اليو ان دي بي بحدود 14 مليار ليرة لرقم لا يتجاوز 100 مستشار وموظف. تدفع الدولة اللبنانية إيجارات لمباني فارغة. هذا ملف كبير وبنستأجر مبنى بمليار ليرة لنفس الوزارة، وإذا بدكم هي وزارة الاقتصاد اللي بس بدنا نروح نشتري لا مؤسساتنا بنشتري بالسعر الغالي، وبس بدنا نبيع بنبيع بالسعر الرخيص، لانه كانه مال ملاقى بالشارع. كل سنه بينحط بند 30 مليار اثاث وتجهيزات مكاتب. يا عمي قولوا لي في حدا كل سنه وزارته بيرجع بيجهزها من جديد؟ طيب اذا انت مديون 327 مليار ليره تدفعهم الدولة اللبنانية لجمعيات لا تتوخى الربح، يا اخي كم جمعية اللي عن جد عم يشتغلوا بالبلد؟ وكم جمعية وهمية؟ في قرار استثنائي أخذ من جهة رسمية ربح المصارف 5.5 مليار. لو نحن من 20 سنة لهلا يعني اشتغلنا بخطط صحيحة كنا عملنا محطات توليد طاقة كهربائية على يعني بالنووي. حدا يقول لي في شيء معاملة بالدولة اللبنانية بتمشي من دون دفع خارج القانون؟ في جوارير، والجارور المنتفخ هو جارور الرشوة. مرق على هذه السلطة وزراء كان توقيعهم بيوصل ل10 مليون دولار. دولة منهوبة، بفوت الوزير مديون على الحكومة بيطلع ملياردير، من وين؟ طيب نجي للفساد، يا دولة الرئيس معروف انه موضوع الجمارك موضوع واضح، طيب ليه تسلط الضوء عليهم بمرفأ بيروت؟ وكانوا عم يهربوا طلعوا على مرفأ طرابلس.